أنا حذرت من أول لحظة، ومسار واحد لا يؤدي الغرض حين يكون لدي مجموعة من الممنوعات. في موضوع الغدة الدرقية أنها متأثرة أكثر شيء بالزيوت المهدرجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، أينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. وردني سؤال يعني يجب الوقوف عليه. السؤال يقول: اتبعت كل النصائح التي وردت في موضوع قصور الغدة الدرقية، هو يعاني من قصور في الغدة الدرقية، واتبعت كل النصائح وتناولت حليب البندق البرازيلي وتناولت الكرفس، ورعيت أن يكون البيض معش جزء من منظومة الحياة، وكما تفضلت يا دكتور وعملت يوم للفيتامين د ويوم كان غني بالبيض معش ويوم كان غني بالحديد، ولكن تفاجأت حين بعد شهر من يعني تعبي في هذا الموضوع أن النتائج لم تكن مرضية، نتائج الفحص. وعملت في التي اس اتش والتي 3 والتي 4 كما تفضلتم، فيا ترى يعني أين تكون المشكلة؟ هذا سؤال طبعا مهم جدا، وأحببت أن أطرحه في هذا اللقاء. وإذا استرجعنا أول لقاء في منظومة الغدة الدرقية، الحلقة الأولى كما نسميها، تمام، وإن شاء الله يعني سوف أحرص أن يكون هذا الرابط موجود في هذه الحلقة في صندوق الوصف. أنا حذرت من أول لحظة وقلت أن هذه مسارات، تمام، ومسار واحد لا يؤدي الغرض حين يكون لدي مجموعة من الممنوعات أنا أقوم بها. السائل هنا اجتهد في أكثر من مسار، وأنا تحدثت معه شخصيا بعد ذلك، وفعلا هو ما شاء الله عليه طبق التعليمات، ولكن باب المحرمات وباب الممنوعات لم يغلقه مطلقا. يعني سبحان الله، اتبع كل التعليمات. أنا ذهلت واندهشت صراحة بتطبيقه الدقيق جدا الرائع لهذه التعليمات، شوف الرائع. ولكن للأسف الشديد باب الممنوعات وباب المحرمات، هذا المدمرات اللي أنا بحكي عنه، المدمرات الإنسانية، للأسف كان التقييم صفر صفر، لم يمتنع من أي شيء. الزيوت المهدرجة زيوت مهدرجة، والسكر سكر، والجلوتين جلوتين. فقلت له يعني غريب أنك أنت ملتزم بهذه التعليمات كلها وأهملت الجانب اللي من أكثر من سنتين ونحن نقول مثلث برمودا مثلث برمودا. فتبين يعني سبحان الله يعني سوء الحظ كيف بعد مرات أنه هو متابع جديد، فالأول من تابع كل واحد يتابع علته، فبما أنه علته كانت قصور الغدة الدرقية فاهتم في هذا الجانب، فوجد هذه المجموعة من الفيديوهات فدون كل شيء وطبقه حرفيا، بالرغم أنا ذكرت كما ذكرت قبل قليل هذه المدمرات الإنسانية مهمة جدا. في موضوع الغدة الدرقية يعني أعيد ما تم ذكره، أنها متأثرة أكثر شيء بالزيوت المهدرجة، أكثر شيء
شوفوا أكثر من السكر، دائما نقول السكر والطحين الأبيض، وآخر شيء نذكر مثلا الزيوت المهدرجة، لكن الغدة الدرقية لا، أول شيء تتأثر فيه هي الزيوت المهدرجة. المقالي، الوجبات السريعة، زيت الذرة، الزيوت النباتية، الزبدة النباتية، السمنة النباتية، كل هذا الكلام اسمه زيوت مهدرجة، وهذه تضر بشكل مباشر الغدة الدرقية وتعيق كل المسارات، ولعل حالة أخونا يعني تثبت ذلك ما تكلمت عنه في الحلقة الأولى، خلينا نقول في هذا السلسلة. إذن يجب أن ننتبه لهذه المدمرات. في جانب آخر مهم، كما نقول الشيء بالشيء يذكر، وأنا ذكرت من خلال السلسلة أن الغدة الدرقية ليست صديقة مع البروكلي، ليست صديقة مع الكرنب المجعد، ليست صديقة مع الزهرة، مع الملفوف، وهذا ليس نقصا في قيمتهم التغذوية، فلهم قيمة تغذوية عالية، ولكن ليست مع مين؟ مع الغدة. فكل من يعاني من قصور أو فرط في الغدة الدرقية أو اضطراب، كما أقول أنا دوما اضطراب في الغدة، تمام، عليه إيش؟ التقنين للحد الأدنى في استخدام هذه الأصناف حتى لا يكون في نتائج عكسية. طيب الإنسان السليم، هل تناوله المفرط، خليني أحكي، يؤثر سلبا؟ طب ما أنت حكيت مفرط، إحنا بدنا استخدام مفرط، إحنا لا نريد استخدام مفرط، إحنا تحت مبدأ كلوا واشربوا ولا تسرفوا، عدم الإسراف وعدم الإفراط، إحنا من مبدأ التنوع، التنوع بالشيء بفقدك قصة الإفراط. فأنا لما أتناول اليوم مثلا كوب من عصير الليمون والبروكلي، وغدا أتناول عصير الليمون والنعناع، وبعده عصير الليمون والكرافس، وبعده عصير الليمون والجرجير، هي 4 أيام. هلأ في اليوم الخامس مثلا تناولت عصير الليمون مع الكرافس، فصار عندي كوبين في الأسبوع في 10 أيام، هل هذا إفراط؟ لا. هل يؤثر على الغدة الدرقية؟ لا، تمام. فهذا اللغز، لكن في بعض الأحيان الناس حين يسمعون عن وصفة صحيحة أو مفيدة خلاص بيمسك فيها إلى أبد الآبدين، وبتصير ينسى كل شيء ويمسك هالوصفة، وبدأ ما يصير كوب أو كوبين في الأسبوع بيصير 10 في اليوم. طبعا هذا الكلام لا يجوز. إذن محور الوصفة اليوم لكل من لم ينتبه إلى المدمرات الإنسانية ومثلث برمودا، نقول له عزز وصفة مغلي التفاح، تساعد كثيرا في إيش؟ في التخلص من هذه الزيوت المهدرجة، واحدة من أجمل الوصفات وأسرع الوصفات. عزز تناول حليب البندق البرازيل، ذكرتها في أحد الفيديوهات كيف تعمل، وعزز تناول عين الجمل 30 جرام في اليوم. وكشراب ممكن أن نشرب عصير البنجر، يكون جيد في هذا السياق. أما المحور التالي وهو محور المكملات الغذائية، هل يوجد من المكملات الغذائية ما يساند هذه الوصفات؟ نقول نعم، هناك حليب الشوك أو ما يرى بالسليمارين، وقلنا هذا يعني بالضبط مع مغلي التفاح متناغمين مع بعضهم البعض. فإذا تناولت مثلا وصفة مغلي التفاح وتناولت حبة السليمارين أو حليب الشوك،
فأنت سرعت من تنظيف الزيوت المهدرجة المتواجدة في الجسم لا سيما في الكبد، وتريد طبعا أن تعزز المناعة، فهنا يأتي دور الزنك ودور السيلينيوم مهم جدا. فإذا كان هناك مكمل غذائي السيلينيوم مرحب به في هذه الأوقات. ولكن هذه المدة الزمنية، وهذا محور أيضا مهم تسألون عنه، إلى متى نتناول هذه المكملات؟ حتى ننتهي مثلا مدة شهر كافية جدا نكون قد نظفنا الجسم من هذه المدمرات من هنا وهناك. ولكن الشرط عدم العودة، عدم عودة للزيت المهدرجة، عدم العودة للجلوتين، المعجنات، الخبز الأبيض، كل هذه الأمور يجب أن تكون للحد الأدنى. طب يا دكتور يعني محرومين منها للأبد؟ يا عمي بلاش للأبد، يومك ما يكون نفسك في هذه المعجنات خد لك واحدة تنتين ثلاثة، وراها إيش؟ اعمل وصفة مغلى التفاح، فالأول بأول. ولكن هذا ليس معناه أنه كل يوم أتناول معجنات وكل يوم أتناول مغلى التفاح، صح؟ لا منفعش. لا، لازم الأمور إحنا مع الوسطية، والوسطية هي الأفضلية، تمام؟ والأفضلية أنه دائما الأفضل هو المسيطر وليس العكس، تمام؟ وإن شاء الله هيك أموركم تكون طيبة، ودائما مع الوسطية الأفضلية في كل شيء حتى تنعموا دوما بصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.